لسه انتي بتجيبي سيرة مقاطعة المنتجات، ايه رأيك في الفكرة وانتشارها حوالينا وظهور كمان منتجات مصرية؟ هي بقى المنتجات المصرية دي هي المهمة، لأن فعلا يعني ممكن يكون ربنا بيعمل حاجة صعبة علشان في حاجة منورة ظهرت هتنتعش الاقتصاد ويبقى في صناعة مصرية ونهتم بده، والناس فعلا بتعمل ده من قلبها، يعني الناس كلها عايزة تقاطع وتعمل ده وهي مقتنعة، فيا رب ده فعلا يجيب نتيجة كبيرة جدا في الاقتصاد المصري.